خلينا نبدي من المواضيع الاكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعني اليوم مجموعه من يعني الاخبار والصور اللي تخص المدينه واهل المدينه، واحيانا هي قد تكون يعني حتى صور من مختلف دول العالم، لكن اهل المدينه يتداولها بشكل كبير حتى يستفادون من عندها او لنقل خبر معين او موضوع معين. نبدي مع اول صوره، صوره هي محليه او موضوع محلي يخص ناحيه او يخص اعتبرها خطوه رائعة من مجلس محلي يقوم بدور صحيح، هو هذا دور المجلس المحلي عندما يقوم بتوعية الناس، فنشروا هذا الإعلان الصغير على مواقع التواصل الاجتماعي حتى توصل إلى عدد كبير من الناس من هذه الناحية. الناحية هي ناحية الزبيدية في الكوت، هذا الكتاب مرتب وحتى الكلام كله يعني يدل على وعي، فيعني باختصار إنه هم قالوا إنه بالنظر لتمتع ناحيتنا بالاستثناء من القطع المبرمج، فحتى تدوم هذه النعمة يا ريت من الأخوة في الزبيدية يقومون بالتقليل من الإسراف في استهلاك إطفاء الأجهزة الزائدة، وهذه هي مثل ما قلنا هي رسالة توعية من مجلس محلي يقوم بدوره الصحيح، احنا بالتالي أيضا نشرها حتى نساعدهم أيضا في إيصال هذه الرسالة إلى أكبر عدد ممكن من ناحية الزبيدية، وأيضاً هي أيضاً توعية لكل الناس أنه الواحد يحاول أنه يخفض من استهلاك الطاقة الكهربائية حتى تستمر الطاقة لأكبر عدد من الساعات. طيب نروح إلى الموضوع الآخر أو الصورة الثانية، الصورة الثانية هي تخص طلبتنا باعتبار الآن الأجواء الامتحانية. نشوف الصورة متكونة كاريكاتير، هي من أربع لوحات. اللوحة الأولى أنه مدرس يشرح خلينا نقول معادلة رياضية، فهذه هي المعادلة الرياضية، هذه هي حقيقتها، لكن ما يراه الأستاذ يراه أن هي مسألة بسيطة جدا كأنما 2 زائد 2 يساوي 4، ما يراه التلاميذ كأنما كتابة صينية أو بلهجة أو بلغة أخرى غريبة لا يفهمها الطالب، لكن المشكلة وين؟ أنه في الامتحان أو ما يريد يتذكر التلميذ لا شيء، صفر صحيح. وهذه هي يعني يعني مشكلة الآن في الامتحانات، الهدوء هي القلق يعني أحيانا يؤدي إلى هذا الموضوع. طيب نروح للصورة الثالثة، انتشرت بشكل كبير البارحة، احنا نعرف أنه أكو هناك يعني بعد انتهاء الانتخابات منذ فترة، البارحة كان هناك يعني تصفية الموضوع انتخاب أو اختيار المحافظ ويعني النواب وأعضاء مجالس المحافظات. ميسان مثل ما نعرف أنه فاز المحافظ علي رواي في يعني لمرحلة ثانية، فالكل شوف يعني هذا الشيء الجميل بالموضوع أن الكل يقول مبارك لميسان حتى لو من خارج المحافظة، لكن ليصيط هذا الرجل لشهرته الطيبة لصور الرائعة التي تنشر على جميع المواقع التواصل الاجتماعي كونه خدم المحافظة، فالكل يقول مبارك لميسان محافظها لدورة ثانية. واحنا دائما نقول انه الشخص الزين والجيد دائما يشار اليه بالبنان، واحنا ايضا يعني نشارككم هذه الفرحه كونه قدم شيء لمحافظته. طيب بس شوف الصوره الثالثه، صوره معبره جدا انتشرت بشكل كبير ايضا وخاصه على تويتر. هذا القرد الصغير اللي تشوفونه قد يكون احيانا يعني للوهله الاولى الواحد لا يتخيل الموضوع او لا يصدق الموضوع، لكن هذا القرد الصغير هو يعني من فصيله الماكاك اليابانيه، وهو يكون صغير الحجم بهذا الشكل. هذا هجرته والدته يعني في ظروف معينه، فما شاف في حديقه الحيوان الا ان يلجا الى هذه الحمامه، ونشوف حتى الحمامه يعني رضت بالامر الواقع. صوره معبره، شو سوي بعد يعني. طيب صورة اللي ويانا هسه نشوفها ايضا رائعة جدا في اليابان. احنا نعرف انه الرجل بس تفيدنا يا ريت احنا ايضا نستفاد من عندها، هي ايضا للاستفادة من هذه الصور. احنا نعرف الرقم يعني هذا الشكل اي مدوره اذا طاحت كسرت وتفلشت، وهذا الرقي او اللي هم يسمونه البطيخ الاحمر في بعض الدول اثناء ما يزرعونه يحطونه في قالب زجاجي حتى من ينمو يكون على شكل مربع نفس الشكل اللي هم زارعين به او وضعوه في هذه العلبه الزجاجيه، حتى ما تاخذ مكان بالضبط، حتى بالنقل تكون بشكل مرتب، ناس مرتبين شكل مرتب نظاميه والحمل اسهل، وايضا حفظها في المبردات او الثلاجات بشكل اسهل. ناس تفكر حتى بالرق يعني شوفي هذا التفكير صح، هذا التفكير هو صعب، باع المكان يكون هو يعني اقل واسهل واسرع طبعا. طيب هذه هي مجموعه الصور اليوم اللي عندنا.